نحن بالفعل أمام حرب، ولكن وفق الشروط الإسرائيلية، يعني هي مخالفة عن ستايل الحروب القديمة، لا تشبه يعني المواجهة المباشرة كما حدث في حرب تموز عام 2006، ولكن حجم الضربات يوشي بأننا أمام حرب من نوع جديد تفرضها يعني ضمن وفق الشروط الإسرائيلية. إسرائيل تحقق أهداف نوعية بقصف وقتل الصف الأول، بالإضافة إلى عطب الموارد البشرية للحزب بكبسة زر كما حدث في تفجيرات البيجرات. ولكن يبدو أن هناك نوع من الانضباط والحذر الذهاب، يعني هم خرجوا، إسرائيل وحزب الله خرجوا فوق قواعد الاشتباك، ولكن لا تزال الأمور مضبوطة تحت أو إلى عدم الانجرار إلى حرب شاملة. نرى أن إسرائيل بالفعل تسدد ضربات نوعية غير مسبوقة في جنوب لبنان للهروب وللخروج من مأزق في غزة، ولكنها إلى الآن لم تستهدف مخازن الصواريخ البالستية أو الدقيقة التي زودتها طهران لحزب الله عبر الممر السوري. وبالإضافة نرى أن إسرائيل هي التي تبادر في شن هذه الهجمات الغير مسبوقة، وفي المقابل يأتي الرد حزب الله أيضا منضبطا. يبدو أن نعم سيد خالد، إن سمحت إيران هي لي التي ولا أريد أن أقطع الفكرة لديك، أود التنويه بأن هذه الصور التي تظهر على شاشة قناة التغيير هي صور للقصف الإسرائيلي لمواقع لحزب الله في الجنوب اللبناني، هذه الصور تردنا مباشرة من هناك. أستكمل معك الفكرة وأعود أو أجدد الاعتذار منك سيد خالد. نتحدث أو كنت تتحدث عن أتحدث نعم نعم عن شكل الحروب التقليدية. عادة يتم إعلان الحرب من قبل الكابينت، ويتم حشد القوات البرية والجوية لشن حروب كما حدث في عام 2006، ولكن الآن إسرائيل هي تذهب إلى حرب وفق شروطها، يعني تبتكر أيضا وسائل هجومية إجرامية صراحة كتفجيرات البيجر. ولكن أيضا يبدو أن الطرف الآخر المحور الإيراني بقيادة طهران ينأى بنفسه عن هذه الحرب، وأوكل المهمة إلى وكيله الرئيسي في المنطقة حزب الله، بالإضافة إلى أنه يعني فتح الباب أيضا للميليشيات الأخرى في العراق وسوريا واليمن للمشاركة. ولكن يبدو أيضا من سير المعارك بأن يحاول حزب الله الحفاظ على المشاغلة ويحافظ على تسجيل الحضور بأنه يرد على الضربات الإسرائيلية، ولكن نرى أن عدد القتلى في الجانب اللبناني يتجاوز المئات، أما في الجانب الإسرائيلي بالكاد يصاب أفراد معدودة.